النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري الجميل ده بكل تكاته. خاماته بسيطة جدا ومتوفرة في كل البيوت، بس هي عايزة شوية تكات عشان يطلع بالشكل الجميل ده. البصل عندنا مقرمش والحمص بيقول لي نكهة كده، حاجات بسيطة هنستخدمها او تكات بسيطة هنعملها طلع لنا الكشري طعمه خطير. اول حاجة انا عندي العدس بتاعي البني، هحطه في حلة على النار وهغطيه بالمية. العدس يا جماعة لازم احط له فصين ثوم ومعلقة كمون صغيرة، تمام، عشان الناس اللي بتشتكي من القولون ما يتعبهاش وهي بتاكل الكشري، تمام. الناحية التانية انا كنت حاطة الحمص الشام من بدري عشان هو بياخد سوا، بحطه برضو وغطيه بالمية وبحط له برضو فصين توم وشوية كمون وشوية ملح. العدس يا جماعة مش بيتحط له ملح، الملح بيتحط بس ايه للحمص، وبيتحط له توم وكمون، تمام. العدس بقى بتاعي بيغلي غلوتين ومش بس بخليه يستوي سوا كامل، عشان انا هقول لكم ليه مش بيستوي سوا كامل، تمام. كده انا الحمص بتاعي استوى خلاص، هصفيه واركنه على جنب، والعدس بتاعي هصفيه واركنه على جنب. حلة فيها مية بتغلي هحط معلقة من الملح. هنزل بقى بالمكرونة اللي عندي. عندي هنا مكرونة عقل ومكرونة سباجيتي، فأنا بقطع السباجيتي يا جماعة صغير عشان احنا الكشري بناكله معلقة، فمينفعش نقطعها طويلة. فنقطع مثلا العود السباجيتي ده بنقطعه على 4 أو 5 كمان، تمام. المكرونة هنا استوت خلاص، طبعا مش بنسوي برضو الموضوع، ما تخلوش يتهري قوي. تالت مرحلة هنعمل البصل. البصل انا بقطعه شرايح رفيعة كده جوانح يا جماعة، وبحط عليه معلقتين نشا. اول ما اقطعه محطش عليه النشا غير لما خلاص الزيت بتاعي سخن، هنزل بقى بالنشا على البصل واقلبه تقليبتين، وبعد كده انزل فيه بالزيت. هقلب بقى يا جماعة بالراحة وهوطي النار عشان يديني اللون الجميل ده، تمام. هصفي الزيت بتاعي، وياريت ما نصف سوري البصل، وياريت ما نصفهوش على مناديل، هنصفيه في مصفى سلك. تاني حاجة هنعملها الصلصة. صلصة الكشري يا جماعة برضو هناخد بقى الزيت البصل مش هنرميه، هنعمل بيه الصلصة وهنعمل بيه الدقة وهنعمل بيه الرز، جميل. هنحط بقى فصين من الثوم، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة البيور. وبعد كده انا هنا ضربة نص كيلو طماطم هنزل بمصفيات، طبعا هنزل بيه على الكلام ده كله. والصلصة البيور يا جماعة لما نيجي نحطها نديها تقليبتين كده عشان تطلع المواد الحافظة اللي فيها. التوابل اللي هستخدمها هنا في الصلصة دي هستخدم ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقة صغيرة من الخل. وهقلب بقى المكونات دي كلها وهغطيها واحطها على نار هادية كده لحد لما تتسبك، تبقى كده الطماطم بتاعتي جاهزة، تمام، بالشكل ده. بعد كده يا جماعة اهي معلقة الخل اللي قلتلكوا عليها بتدي الصلصة طعم خطير جدا. بعد كده هنعمل بقى الرز، برضو معلقتين من الزيت اللي احنا كنا محمرين فيه البصل. هننزل بقى بالمكرونة الشعرية. المكرونة الشعرية يا جماعة عشان تطلع كلها لون واحد مشيلش ايدي من التقليب ووطي النار، تمام. اوصل بقى للدرجة اللي انا عايزاها دي هنزل بقى بالرز بتاعي. انا غسلة هنا كوبايتين الرز ومصفيهم كويس جدا. هنزل بقى على المكرونة كده وتقليبتين اشوح الرز مع المكرونة. هنزل بمعلقة ملح. الرز المصري كوباية رز عليها كوباية مية، ما بنزودش يا جماعة عشان الرز يطلع مفرول وحلو ما يطلعش معجن، تمام. انا عامله هنا كوبايتين، حطيت كوبايتين، هقلب كده واغطي الرز واخليه يستوي على نار هاديه. هنعمل بعد كده بقى الخطوه دي اللي هي الدقه، وهوريكم ازاي بتطلع زي دقه المحلات. معلقتين برضو من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، وهننزل زي باربع فصوص كده توم مفرومين، وبعد كده هننزل بقرنين من الفلفل، واحد احمر واحد اخضر، وبعد كده بننزل بنقص كوبايه من الخل، جميل بالشكل ده. هقلب بقى التوابل اللي انا حطيتها، ملح وكمون وبابريكا او شطة زي ما انت عايزة. هقلب تقلبتين، وبعد كده هنزل بنص كوباية من المية، وحسيب بقى الخليط الرائع ده يتسبك كده ويغلي مع بعض. اول ما يغلي هطفي عليه. الرز يا جماعة اتشرب، ما استواش اتشرب، هنزل عليه بالعدس، تمام. شفت بقى ليه انا قلتلكوا العدس ما يستواش سوا كامل؟ عشان انا لسه هضيفه مع على الرز، وهسيبهم بقى يستووا مع بعض كده وياخدوا ويدوا مع بعض، بيدوا نكهة جميلة.
خلاص كده انا مكونات كلها جاهزة، المكرونة جاهزة، الرز مع العدس والمكرونة مفرفرين وجمال قوي، تمام. البصل بتاعي لونه جميل ومقرمش، لو قعد يومين تلاتة يا جماعة بيفضل مقرمش عشان حطينا النشا. والحمص بتاعي له نكهة جميلة جدا. تعالى بقى نحطه الطبق بتاعنا، تمام. ما نغرفش بقى المكونات كده على بعض، لا، الحاجة تعبانين فيها فلازم نقدمها بشكل جميل زي ما انتي متعودة في البيت بقى عندك، متعودة ان انتي بتقدمه في طبق واحد او كل واحد طبق زي ما انتي حابة، بس قدميه بشكل كويس. حطينا الاول طبقة الرز بالعدس، وبعدين حطيت البولة في النص بالشكل ده، وهنزل بالمكرونة، تمام. هنزل بقى بالمكرونة داير ما يدور كده زي ما قلتلكو، وبعد كده هرص بقى الحمص الشام كده بالشكل ده. حطيه بالطريقة طبعا اللي انتي حباها، بس احنا على قد ما نقدر بنخلي الطبق شكله جميل، تمام. هرص بقى الحمص الشام كله بالشكل ده، وبعد كده هنزل بقى بالبصل المحمر الخطير ده على الوش، تمام، بالشكل ده. طبق خلاص جهز وبقى شكله جميل، هنقدم جنبه الصلصة والدقة بتاعته. فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، باي باي.